عين العب عين العب يا بنتي الحلوة تعي نلعب سوا تعي نلعب 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 يا بنتي هاي شو قصتك؟ شو شايف علاء الدين على طريقك ومسلمك الكنز تبعه عندي خبر أحلى من أي كنز أنا تأكدت اليوم إنه ليالي رح تجيب لي بنوتة الممرض هو اللي قال لي وأكد لي هذا الشيء هو هيك قال لي هلأ أنت فرحان بس لأن الممرض قال لك هيك وأنا لما كنت قال لك هيك كنت تقول حكي فاضي وتعوا نلعب تعوا نلعب تعوا نلعب تعوا نلعب عم جبت الدواء لأمي لأنه أمي كانت داخة من شوي يلا عطيني الدواء صح إيه يلا عطينا الدواء ايه بس الدواء ما جبته انا ليش انا بصراحه كان بدي اعرف اذا المولود بنت بس بهالايام اذا ما كان في معك شيء تقدميه ما حدا بيرضى يساعدك لهيك انا اضطريت اني ادفع لهداك الممرض شو يعني اعطيته رشوه وقديش اعطيته مصاري طلب 250 بس ترجيته لياخد 150 بس وهو قبل طيب انسوا الدواء من وين بدنا ناكل عمو انت كيف بتعمل هيك انت كيف بتعطي هالمصاري لواحد ما بتعرفه اختي بهالعمر وبعدها عم ترقص الراي عم ترقص لساعات طويلة وعم بتعيش العيلة كلها وانت بتاخد حق الدواء وبتعطيه لحدا تاني ما كان فيك تستنى يعني في حدا بيقدر يخبيه عنك وقت تولد كنت شفته بوقتها أنا غلطت سامحوني أنا غلطت غلطة كبيرة خدي هي وضربيني على راسي فيها اضربيني لحتى أتعلم درس كتير منيح أنا غبي كتير رحت لحتى أجيب دواء لأختي وعملت هيك عملة سامحوني معقول ببيتنا في هيك زلمة خروق؟